تحت رعايتي وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح اليوم حفل تكريم الفائزين في السنة 17 بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية، وذلك على مسرح قصر بيان. جددت دولة الكويت اليوم موقفها الداعي إلى إيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة السورية، يتفق مع إعلان جنيف الصادر عام 2012 والقرار الدولي رقم 2254، وذلك في الاجتماع المشترك السادس بين الممثلين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم. نقلت صحيفة لاستامبا الإيطالية اليوم عن الرئيس اللبناني ميشيل عون قوله إن الرئيس سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا للوزراء، وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com.